سبل. مطلع العام 2011 تبلورت ملامح وحدة من أخطر الأزمات السياسية في تاريخ اليمن المعاصر. يوما عن يوم تطورت الأحداث بفعل الأوغال في الخصومة، وبدأت تداعياتها تضرب في عمق الدولة. وجد المؤتمر الشعبي العام نفسه أمام مهمة صعبة تمثلت في الحفاظ على كيان الدولة وتجنيبها خطر الانهيار. بداية مارس 2011 وبعد أسابيع على اندلاع الأزمة، تقدم رئيس الجمهورية السابق بمبادرة سياسية هدفت إلى إزالة الاحتقان السياسي المتصاعد. وتضمنت المبادرة إعداد دستور جديد للبلاد ونقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى حكومة شراكة منتخبة والانتقال من النظام الرئاسي إلى نظام حكم برلماني. لكن المبادرة أصدمت برفض أحزاب المعارضة سابقا. رفضت المعارضة السابقة والمجموعات القبلية والعسكرية الداعمة لها مبادرة الرئيس صالح، وانتقلت إلى سيناريو المواجهة وتشكيل المجموعات المسلحة توازيا مع ضرب الدولة المركزية في صنعاء. أدرك المؤتمر الشعبي العام أن ثمة خطر كبير يهدد بتفويض الدولة ومؤسساتها، وتجاوز المظاهرات السلمية المطالبة بإصلاحات إلى استهداف وجود الدولة من خلال فتح جبهات استنزاف في عدة مناطق من اليمن. فكان على المؤتمر التحرك بسرعة من خلال القنوات الدبلوماسية لهندسة مخرج سياسي لإنقاذ دولة وضعها خصومها أمام وصفة قاتلة. ورغم محاولات جره إلى مربع التصادم المسلح، تمسك المؤتمر الشعبي بخيار الحل السياسي للأزمة، ورغم أن وضعه يعطيه الأفضلية على الواقع مقارنة بالمعسكر الآخر، إلا أنه لم يعطي إشارة من أي نوع إلا أنه يراهن على الحسم العسكري بقدر ما رجح خيار الحل السلمي على ما عداه من الخيارات. وحين جاءت المبادرة الخليجية لم يتردد في الموافقة عليها، رغبة منه بتجنيب البلد شبح الحرب الأهلية. اشترط على الرعاه وضع آلية تنفيذية مزمنة لضمان إنفاذها وقطع الطريق على من يعتزم الالتفاف عليها. من قلب الحكم عمد المؤتمر الشعبي إلى تجنيب الدولة مآلات الحرب الأهلية في خضم العاصفة السياسية، ومن خارج السلطة عزز الحرب رصيده بنقطة إضافية في مؤتمر الحوار الوطني من خلال موقفه من الوثيقة الخاصة بشكل الدولة القادمة في اليمن، ورفضه أن يكون طرفا في صفقات مخالفة لمضامين المبادرة والآلية واللوائح الناظمة لمؤتمر الحوار من شأنها إعادة تدوير الأزمة السياسية إلى خانة الصفر ونصف ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية.